عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده بقى جاي لنا هديه حلوه جدا. الهديه دي الصراحه جايه لمريم ولزياد، فاتمنى ان انتوا قبل ما تشوفوا الهديه الجامده جموده دي تحطوا لي لايك. وعلى فكره عايزه اقول لكم على حاجه، واليونس برضه عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا جدا جدا. مش دي المفاجاه اللي انا كنت قايلها لكم الفيديو اللي فات الصراحه، يعني مش دي المفاجاه، في مفاجاه ثانيه اكبر واعظم واعمق من ذلك. بس طبعا دي عايزه اقول لكم ان المفاجاه دي في قلبي. ديما ربنا يسعدك ويخليك يا ام عزوز، ام عبد العزيز، بحبك قوي، وهي اختي وصاحبتي من الكويت. ويا جماعه عايزه بس افهمكم نقطه بسيطه كده اول الفيديو، ان ام عبد العزيز مش مجرد فانز فبعتلي هديه والكلام ده، لا لا، ام عبد العزيز اختي وحبيبتي وبتحب مريم جدا وبتحب زياد جدا، فقررت تبعتها. انا بحبها قوي. فقررت تبعت هديه ليهم، فيلا نفتحها. وطبعا ام عبد العزيز اكتر واحد بتحبه في ال هو يونس. هيحط لايك. بسم الله بسم الله بسم الله. انا حاسه ان هي كل لعبه. هي قالت عروسه باربي. ممكن يكون فساتين او ترنجات. الله طبعا ده العنوان بتاعي، فمش هينفع ان انا اجيبه. ماشي، ده هي كانت العنوان. فن فتح الهدايا. فن فتح الهدايا. هنشيل كده. شيل 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 كده. بس 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 انت طلعت عارف تقول هدايا؟ عشان هي طبق طبق فوق طبق، يعني دي هتتفتح ولسه في طبق تاني. ماشي طبعا عشان الشحن. اوعى استنى. هي هي ايه؟ عشان لو الحاجة في العربية لو جواها حاجة قيمة ما تبصش. دي ترجمة تانية. ايوه ما انا بقول لك جواها حاجة عشان لو في حاجة ازاز. بس بس نهدى نهدى نهدى. لا انا لا اهدى اهدى. انا اول حاجة فرحان بأي حاجة تيجي. نهدى. استنى 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 استنى. اول حاجه استنى استنى استنى. اوعي ايدك. اول حاجه باخد الحاجات اللي على الوش. اول حاجه هوريك انا كل حاجه. استنى. اوعي ريحه الحبايب. ريحه الحبايب. استنى استنى هوني. اول حاجه استنى كوبايات. اول حاجه حبيبه قلبي بعت لنا يا بابا ايه ده، بعت لنا كوبايات خاصه بال القهوه. واحده ايه واحده لمريم وليها الغطا وليها البسبوس بتاعها ده. انت كده الصواري واحلى طنط دي. تمام. ثاني حاجه ايه ده؟ بخور. بخور زينب. بخور زينب بس اكيد حاجه كويسه. والنبي اهدى. استنى ايوه يتفتح ازاي؟ الله ممكن يكون بيترفع لفوق. لا استني وانا عشان تتكسر. كسر ليه يا مريم؟ هي ازاز هي ازاز. وقف وقف على اهلك. ريحه اهلك. انا هخش في الكرتونه دي. لا العلبه قويه يا مريم. بصوا يا جماعه اهل الكويت طبعا والناس اللي بتتابعني من الكويت، البخور ده نسيم. نسيم زينب. عايزه اقول لكم نسيم زينب اسمه نسيم. بس عايزه اقول لكم ريحته قيمه. العلبه تحس ان هي علبه مجوهرات مش علبه بخور. بجد انا 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 ان شاء الله في يوم ما لما يكون معايا مجوهرات انا هحطها فيها. تمام دي اول حاجه احطها هنا. لا لا دي دي انا عايز دي انا عايز دي عايزك تبقى دي. خلاص نفتح دي دي. شيلي بس البطاطا. ايه ده؟ لا ريحه اهل الكويت. هلا ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا ايه ده؟ قهوه شاعر المليون. ده بني محوف. قهوه شاعر المليون. بني محوف فتح ولا غامق؟ ده ده فاتح فاتح. دي قهوة المنشأ الهند. المنشأ الهند. يا هلا يا هلا وغلا. قهوة هيل خلطة قهوة. بسم الله ما شاء الله. خلطة قهوة يعني بني محوط على فاتح على غامق على فرنساوي. والله انت طب زيت زيت. بص هي مقفولة كان انا عايز اشم عشان ريحة القهوة في قلبك يا انت. ايه مش عارفه ايه؟ طبعا حبيبه قلبي الله يخليكي ليا. طب تدي لنا بسم الله ما شاء الله الحاجه. انا اول حاجه ريحه اهل الكويت في الشنط دي حظي انا مثلا. ادي اه حلاوه. الله حلاوه يا امي. زيد شفتها قبل كده يا امي. الهريش. هي كانت بتقول اسمها الهريش. وكمان بقول لكم ايه بالفستق. والله يا شباب هناكل فستق. والله ريحه الحلاوه
اصبر. اسمها ايه اصلا عندهم؟ يا تمام. وغنى وكرتونة هلا طنط ديما عارفه عشان رمضان جاي خلاصة الذهب وادي عشان رمضان. على فكره انا بعشقك يا ديما، لان امبارح انا من عشاق البلح والقهوه والتمر اهو. تسلم ايدك يا طنط ديما، تسلم ايدك. عبايه يا شباب، بس خلوا العبايه بعدين انا هقيسها. بس دي انا عايز دي. استنوا بقى، والنبي استنوا يا رب. المؤثر يا رب. اه يا زيد. اه ابلعي ابلعي ابلعي. استنوا استنوا، خلي دي لما نشوف دي. ماشي. ادي بصوا دي يا جماعه، بلاي ستيشن 5. واحد لزياد والثاني لمريوم وحلو قوي. اه شكرا يا طنط ديما. قوي يا طنط ديما. قول لها في الكاميرا. اكيد بتبرد. بصي يا باشا، انا الصراحه عارفه الهديه دي فيها ايه، لان هي كانت متفقه عليا. طب ما تقولي. لا انتوا خلوها مفاجاه. غمضوا. قولي بالله عليكي. غمضوا عينيكوا. استنوا غمضي ودي شوفي. فتحها. ايه ده؟ ايه كنز. كنز ايه ده؟ كنز ايه؟ استنوا. ماشي. بصوا حبايبي، هي المحتويات معاها شاحن اهو.
شاحن ومعاه ومعاه وصله الشاحن ومعاها القلم اللي بيستخدموه في الايباد ومعاه اربودز اسمه اربودز ايه ده ومعاه الساعه دي المحتوى بتاع ده مفهوش سن حاضر مش انا هنشوف بيشتغل ازاي دي حاجه زياد ولونه موف وفيه ثلاث كاميرات كده تمام ده بتاع مريم وهي مريم هتفتحه قدامكم هنا بقى ايه دي العبايه اللي جابتها لي ام عبد العزيز تمام الله الله بصوا يا شباب ريحتها حلوه قوي يا ام بصوا هقوم اقيسها دلوقتي طبعا واوريكم ارفع الكاميرا ارفعها عندك ها عز وفخر عز وفخر الله استنى يوم اقوم انا بصورك ها يا سلام على ارض الكويت يا سلام ايه مظبوطه بالملي طبعا عشان انا لابسه تحتيه مش باين طبعا لازم ان بيكون في تلبيسه ان شاء الله ان شاء الله يعني العبايه دي بصوا بصوا يا جماعه بصوا لا 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 صور التفاصيل يا جماعه باين التفاصيل الصف باين ولا تعالى جامده فخامه يا جدعان بصوا والله العظيم رايقه عليا بصوا بصوا يا جماعه دي فارو بجد يا جيما انت قلب اختك الله يسعدك على كل حاجه عملتيها معانا وعلى فكره قسما بالله احنا شعورنا عارفين احنا مصدومين ومخضوضين وفرحانين مع بعض ربنا يديمكم في حياتي يا رب العالمين حب الناس ده نعمه كبيره قوي من عند ربنا والله العظيم والله العظيم ان حبكم ده حاجه كبيره جدا جدا عندي من حب ربه حب في خلقه ولما حد من اخر البلاد يعني الكويت الكويت يا جماعه الكويت واهل الكويت على راسي من فوق وتعالوا اوريكم بقى رد فعل مريم وهي بتفتح حاجتها واحده واحده عشان هي قالت انا مش هفتح الحاجه غير قدام الكاميرا تعالوا نشوف علبه مريم والمحتويات بتاعه اسمه ايباد ده اسمه ايباد بصوا مريم منحوت ما شاء الله بجد اول مره هنشوف مريم وهي بتفتح هو خلاص ايه زياد فتح حاجته ايه رايك في حاجتك يا زياد صراحه تسلم ايدك عشان اصلا نفسي في ايباد ونفسي في سماعه ونفسي بصي وساعه وصب ومروح عليك بصي في الشارع ولا يتسرق منك يلا تعالي يا توتا يلا فرجينا حاجتك انا من كتر انصدامي حاسه ان انا انصدامي اسمها انصدامي ولا صدمه يلا يا قلبي ورينا كده انا مش عاوزه افتحها من كتر حلاوتها بصي مريم بقى بتفتح كده العلبه بتاعه الايباد بتاعها والايباد ده يا حبايبي جاي هديه من جيما لمريم وجايبه لها روز نفس اللون اللي مريم بتعشقه شيلي اللزقه كده من ورا نشوف اللون ده بيه لزقه والله دي مش لزقه ده الجراب جراب جراب شفاف من ورا بص انا عاوز افتحه كده يعني عدل مش ده هو ليه مش لا ما هو في الاول لازم كده وكمان بتقلي عايز تشحن سيبها سيبها لو سمحتي يا زياد ماشي زي ما هي فتحت حاجتك هي تفتح حاجة اول حاجه دي اوه سماعه والله يا توتا وجالك الايربودز الله يرحم ابوك والله يا جدعان والله يا جدعان انا معايا سماعه اصلا ده الشحن بتاع السماعه انا ما عندي السماعه اصلا وريني كده اعملي ايه لما ايربودز والله يا جدعان انا ما عندي الايربودز ده يلا الف كان حلم حياتي ايربودز كان حلم حياتي والله اهو جالك ايربودز وايباد وكل حاجه ايه دي بقى العلبه اللي كانت هنا دي وانا بجد سعادتي عمرها ما توصل انا عايزه اشوف الساعه انا عايزه اشوف الساعه بتاعتك انا عم انزلها انا بصي بتاعتي عليها ايرومان ايرومان انت عارف ايرومان ده الشاحن ده بقى الشاحن بتاع ايه ده الورق ورق ده الشاحن بتاع الايباد انا فرحانه قوي وده القلم القلم بقى بيكتب لا هو بيكتب هنيالك يا مريم قلم وايباد وايربودز انا بص بس انا القلم بتاع لونه يا عم حظك فضي عادي عادي كل واحد بيشتغل ايه ده دي ساعه الاسود قطه يا حظك يا مريم بحب القطط قوي بصي كيوت يا
حظك يا مريم. يا جماعة لسه هنظبط الساعة دي، مفيش مشكلة. أنا مش عارفة أنتوا مستعجلين ليه. في حاجة تاني؟ أيوة في حاجة تاني. ده ال ميداليه. بصي طب مريم تبدلي معايا؟ اه بدله بدله بدله. بصي يا مريم بقى وزياد بيعملوا ايه؟ بصي ما فيش الكلام. اوعى يلا كلم حد، يكلم حد يكلمني. اه لا بقى التكنولوجيا. بصوا مريم بصي بالبتاع ده انا بدلت انا ومريم دي. كانت مريم خدت المفطار عشان شكلها بناتي. مش مشكله، عايزين المديله احط فيها عادي لو بدلنا. بصي مريم على فكره احنا مش يعني لازم نشوف امي ده في لعب هنا، لعب من البلد عندها. الله اسمعي كده. بصوا بصوا يا جدعان، كلم حد يكلم، كلم حد يكلم. بصي بصي خلصانه. عايزين نقول كلنا كلمه كده لطنط ديما بجد. لا لا استني، كل واحد يقول كلمه لوحده. انت تحب تقول ايه لطنط ديما؟ تسلم بجد، ربنا يفرحك فرحه زي ما انت فرحت لنا كده، ويكرمك ويرزقك من حيث لا تحتسب، ويخلي لك عبد العزيز ومريم وتهاني. وتهاني تقولي ايه لطنط ديما؟ في العشق يا مريم. لطنط ديما انا بحبك قوي 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 قوي. بالله يا شيخه كنت تتوقع ان هي جايبه حاجه قيمه زي شبه كده؟ صراحه لا. اوعى يضع الثلاث كاميرات الايفون يلا. اوعى تعمل لي مشاكل. الله بجد يا طنط ديما انا كنت كنت هتموتي وتعرفي المفاجاه. اهي اهي شفتي؟ وبرده اسالي ماما والله كل ما كل ما اشوف ده في المحلات اقول لماما انا نفسي فيه قوي. تقولي ماشي. يلا قولوا لطنط ديما باي، وربنا يخليكي لينا يا احلى طنط ديما. وطبعا يونس العز الحزين والمفاجاه بتاعت ماما اللي انت قلت لها دي. الله يسعدكم حبايبي.